ولا مرة قلت إنه في ست تاني عجبتني؟ بلا. إمتى الشي صار؟ طبيعي. قد ايه كان صار يعني لك مجوز؟ لا، إنه إذا في ست حلوة وبتفهم وين غلط إذا عجبتني. لأي درجة؟ عجبتني بتكوينها بحكيها، يعني حتى قدام روزاري وريتشي كتير منوصل المساج إنه الزواج مش صك ملكية. إذا شو يعني محل... أنت مع العلاقات المفتوحة؟ لا، إذا شي محل وصلنا ما بقى في شعور متبادل أنا ومرتي ونكون سوا ومش حابين نكون سوا لأسباب تافهة ولا أسباب كتير عميقة، كل طرف له حق بالحرية تبعه. أنت عم بتقلي أنتوا مع بعض وعجبك حدا تاني؟ لا، أنت سألتيني إذا في حدا بيعجبني. حضرتك ما بيعجبك إذا شاب قاعد لا حسب وحلو؟ حسب لوين بيعجبني يعني اليوم إذا إجت قالت لك لانا أنا هيدا الشخص مثلا لفت لي نظري، لا بيعجبني أو بدي نام معه، أكون واضحين. بيعجبني بتعجبني إيه بدي نام معه؟ لا، ولا مرة فكرت فيها تنام معه؟ لا، خارج الإطار الزوجي. لا، إذا اضطريت شي مرة بقول لانا. قلت لها شي مرة للانا إنه حدا عجبني؟ ايه؟ من كذا. هي وقتها بتطلع بحدا وبتشوف نظراتي بتفهم، يا بتجقرني يا من عشية بتوصل لي إنه كذا. أوكي، قربت للخيانة عقليا ولا جسديا؟ جسديا. لأنه من جسدياً. نظر إلى امرأة واشتهاها فقد زنى. زنيت؟ عقليا إيه، خنت فكريا. كيف الموضوع بالنسبة لي؟ كتير متوافقة معه بهذا الشيء. أول شيء أنا عندي مفهوم كتير متصالح مع نفسه لقيمتي كامرأة. بالمنطق من 2005 ما عجبته ولا امرأة، بالمنطق أنا من 2005 ما عجبني ولا رجل مثلاً أو ما لفت لنظري. بالمنطق مش طبيعي هيدا الشيء إنه يصير، بس أنت لأنك ملتزمة مع الشخص الآخر ونحن عن جد منحب بعض وكل أزمة عم بتقوينا أكتر مع بعض، عم بتشدنا أكتر لبعض، كل ما نحس إنه نحن بمفترق طرق عم نضل مع بعض. قلت لك نحن علاقتنا هي علاقة شراكة، الحب بيتحول بعدين لمفاهيم أكبر من إنه بس مشاعر. برأيك مارك لو سمعك عم تقولي نفس الكلام أنت رح يتقبله؟ إيه طبعاً، وبعدين هي بتولع شوية الغيرة والعلاقة حلوة، يعني مش إنه ملنا سيئة بالمطلق. يعني رجل مثلاً بيفهم ومرتب وهيك وعم بحكي عنه شوي بحماس بتطلع فيه كمان إنه فأنا خلص بجمد. إيه؟ أنا بصير في غيرة مهضومة بيناتنا، عرفتي؟ إنه هذا شيء إنساني، شيء طبيعي. شو إنه إنه إذا أنا برمت خلقتي وإنه ما حيتطلع يعني؟ بعدين أنا كتير واثقة من نفسي، يعني أنا واثقة أنا مين؟ واثقة أنا كيف بعرف حافظ على الشخص اللي بدي إياه؟ عندي أساليب غير ولادية بإني حافظ على زوجي، عرفتي شو؟ لو عرفتي إنه خانك بالفعل، شو ردت فعلك؟ لما كنت صغيرة كنت أقول إذا طلع بوحدة بدي أعمل مشكل. اليوم راغدة أنا كامرأة عندي أولويات بالحياة، عائلتي ولادي وصحتهم النفسية هي أهم شيء بالنسبة لي وحافظ عليهم، وجوزي الشيء المشترك اللي عملناه سوا. مني هالقد سخيفة لدمر شيء هالقد مهم بحياتي كرمال يمكن نزوة مثلا النفسية. بتتأثر بهيك أمور؟ لا ما بتأثر بهيك أمور. يعني بتسامحي؟ بس تصير ببقى خبرك لا صراع. شو حسب معرفتك بلانا بتسامحك؟ بتسامحني ولا لا نشوف. حقلك أنا بالنسبة لإلي الخيانة الأساسية يلي بتصير بالعلاقة الزوجية هي إنه حس زوجة عم بيدمرني، حس زوجة ما عم بيدعمني طموحي، حس زوجة عم بيحطمني، حس زوجة عم بيخليني يكون حزينة، حس ما في سند، بطل حس بالأمان. هيدي هي الخيانة الحقيقية.